بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما أبدأ الفيديو أحب أشكر المشاهدين ومتابعين القناة على دعمهم المستمر، وأحب أشكر صديقي وأخويا حسن نوري من العراق. وفي البداية هبدأ يومي ببعض التمارين الرياضية. قول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا جدع، بس تقف بقى كده بقى. وبعد ما خلصت التمارين الرياضية قررت ان اعمل فطار جميل لماما وللعيلة. وبابا طبعا بيزرع كل الخضروات بدون كيماويات على السطح، فانا هطلع اقطف بعض الخضروات عشان نجهز اكلتنا الجميلة. وده الفلفل الحراق اللي هنعمل بيه أكلتنا الجميلة، وده الذرة اللي بابا زرعه على السطح، وإن شاء الله هنعمل فيديو لزراعة الذرة. لكن دلوقتي هنقطف شوية ذرة علشان نوكل بيهم الأرانب بتاعتي. ودي الأرانب اللي احنا مربيينها على السطح، وبابا عمل فيديوهات كتير لتربية الفراخ والسمان والبط، وهنحط لكم على الشاشة في نهاية الفيديو بعض الفيديوهات المفيدة الجميلة. ودلوقتي هننزل عشان نعمل أكلتنا الجميلة من كبد الأرانب. ودلوقتي هنحط شوية زيت على النار ونسيبه يسخن، وهنحط قرن فلفل مقطع ونقلبه لحد ما يدبل. ودلوقتي هنحط الثوم ونقلبه لحد ما ريحته تطلع. ودلوقتي هنحط كبد الأرانب المقطعة، هفردها في الطاسة وسيبها شوية بدون تقليب. أول ما لونها يتغير هقلبها لحد ما ميتها تنشف. ودلوقتي هحط التوابل الملح والفلفل وهقلبها، والريحة طبعا تجن. وماما عملت بدنجان مخلل وبدنجان مقلي وبطاطس مقلية، وطبعا مش هيبقى طعمهم حلو إلا برشة التوابل السحرية بتاعتي. والكبدة بتاعتنا الجميلة استوت، فهنبدأ نغرفها في الطبق. ودي كانت اكلتنا الجميلة. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.